السلام عليكم كباتن، عيني بس ركزي. هاي الطيور ابيها مال الصيد، ما ابيها سطح. لا حد يسالني وين الطير وين هاي. الطير اعطيك اياني اللي يطلع بيهن ما مخرج يرجع لي، اعطيك اياني من الباب. هاي الطيور 37 تك، احسبهن 36. الطيور عسكر نظيف زين، بيها تقريبا هذا ادلع وزوج خضاروه، الباقيات كلها حمر حلوه. بيها مكعكلات هواي، بيها ثلاثة شعلب احمر. الطيور ابيحة ما صيد، بيتك هاي وحدة مكسوسة. هاي الطيور مو عمر واحد، لا حد يسألني يقول لي عمر لو واحد لو قد اعمارها، ما اعرف اعمارها. انا الطيور ابيحة ما صيد، بيها هاي مثلا مخالي، بيها الحايل، بيها السنة، السنة ونص. هاي وجوها الطيور كلها طيرة وفحل، بيها فحل زايد لو طيرة زايدة ما اعرف. زين خل اوضح. هاي الطيور ابيحة ما صيد، عاد يسألني وين الطير. بيها ثلاثة شعلب احمر وجوزية وكمرلي. هاي واحد واحد صورت هي. بيها زوجات، طيور اكثرها زوجي. هاي كمر لي بيهن، وهاي جوزية، وهاي هم شعلب احمر، وهاي شعلب احمر، وهاي شعلب احمر، ثلاثة شعلب احمر. هاي طيور واضحة، طيور ابيها شلع ما اطلع منها. الطيور قفل من الاخير، ربع ما ينزل، عشرة قفل، عشرة الا ربع ما ابيها. طيور مال معاتب، الطير اللي يطلع بيها ما يطير ما مخرج، انا خسار لي. هاي الطيور